FM. الكلمة ليك. جات هيئة الحقيقة والكرامة خرجت منه الكلام ذاك اللي هو ثروة للشعب التونسي، وعرفنا من خلال عماد كيفاش كانوا يعاملين فينا. أول مرة نعرف وش عملوا فينا كي خرج عماد. عماد تعدى شوية على قضايا تحقيق في القضاء، شبيه مخرج حد شيء من عنده. قل لي انت. والله انا نحير، والله نحير. راهو عماد ركن من اركان نظام بن علي، وقت يتكلم هو في الواقع اعطانا خريطه واضحه المعالم للتعامل في الديوانه وفي سوق التهريب. كيفاش احنا ما نوظفوهاش، وكيفاش الان الاجهزه ما عندهاش الاليات هذه باش توصل لتحديد مواقع الفساد والاصلاحات اللازمه؟ هذا شيء حيره. هذاك علاش انا راني ننقد سيد يوسف الشاهد، برغم اني كنا معاه 100% في مقاومه الفساد، لكن ننقده لانه ما طرحش البدائل وما طرحش الاصلاحات اللازمه. نعرف اللي سيد يوسف شاهد عنده ملف في الديوانه وعنده اصلاحات اللي قامت بها خبراء من الامم المتحده من المنظمه العالميه للديوانه، وعنده تحت يديه اعاده الهيكله نتاع الديوانه، وعنده تحت يديه الاصلاحات اللي لابد من القيام فيها لتخرج الديوانه هذا من الوضع التي كانت عليه الى وضع افضل. الكلمة ليك.